واول حاجه منهم معانا النهارده بطوله الام ام اي. النهارده في البطوله العالميه للام ام اي بالكويت ووين هنشوف مباراه بين بطل الارجنتين وبطل باراغواي. بطل الارجنتين كان جاي معانا عشان يلاعب بطل من ابطال الحزام في منظمه ووان، وبرده الامر لبطل الباراجواي. الظروف ما خلتهمش يلعبوا حد، والظروف خلت الناس ما تلعبش معاهم المباراه دي، ولعبناهم مع بعض. مباراه ما كانتش مترتبه، مباراه كانت غير عاديه، مباراه بين ابطال من اقوى الابطال العالميين. تابعوا معانا ويلا بينا. والآن نزال لوزن تحت 84 كيلوغرام بين لاعب الركن الأحمر دييغو بيسوسكي. بداية النزال بين لاعب من الباراغواي ولاعب من الأرجنتين. لاعب بالشورت الأبيض من الأرجنتين، إسقاط قوي جدا من اللاعب الأرجنتيني كارلوس. الآن يأخذ وضعية السايد كنترول. يحاول انه يتمركز علشان ياخذ الخطوه الثانيه. يحاول انه يحضر لحركه كسر واضح. شوف بيحاول يصعد رجله اليسار. فشلت المحاوله. محاوله ايضا لاعتلاء السيطره الكليه. الان لاعب اللاعب الآن محاولة أخذ الكيمورا قفلها أيضا. لاعب من الباراغواي على الأرض الآن كارلوس كابليرو، ولاعب الركن الأحمر دييغو بيسوسكي هو الآن ضربة. اعتقد الحكم انه شافها على
الرأس لما كان اللاعب على الأرض، وهذه طبعا ممنوعة، ضربة بالرجل على الرأس. الآن طلب استكمال النزال. ضربات قوية من اللاعب الأرجنتيني دييغو ويسوسكي، حاولت ضرب بالركبة، صدها لاعب باراغواي، أيضا لاعب مو سهل، لكمات قوية. أخذوا على الأرض، حاولت أخذ الجلاتين. شوف اليوم الجوجيتسو شلون كيف انتقل إلى وضعية السيطرة الجانبية. يحاول يعدي الريل، شوف ضغط على ضغط بالكوع على محاولة أخذ الأمريكانا. يتشبث ويضع رأسه في معدة اللاعب علشان ما يخلي مسافة للضربات. ضربات قوية من اللاعب الأرجنتيني. سيطرة واضحة. شوف الآن عنده كثير حلول اللاعب الأرجنتيني. شوف الضربات لازم يتخلص. شوف أعطى إيده بشكل خاطئ. سحبها. ممتاز. إسقاط رائع من اللاعب الأرجنتيني. سيطرة كاملة على النزال. ممكن ياخذ الماونت الان. اخذ الماونت، وضعيه السيطره الكامله. بدا يتحرك على راحته الحين لانه اللاعب اللي على الارض ما عنده غير الدفاع الان، او انه يقلب الوضعيه. حط رجله على القفص، يحاول صعب عليه. اللاعب متمركز بشكل جيد. ارم هيد ترانجل. سلم. الف مبروك اللاعب الارجنتيني. إذن بالجولة الأولى بحركة الخنق فاز لاعب الركن الأحمر دييغو بيسوسكي.